فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء دخول الخلاء هل يقوله قبل أن يدخل أو أثناء دخوله؟ لا، قبل أن يدخل، يقول قبل أن يدخل. إذا دخل يكره أنه يذكر الله حال دخوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز إذا أراد الدخول، إذا أراد أحدكم الدخول، يعني إذا دخل، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم، معناه إذا أراد الدخول، مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم الصلاة، أردتم القيام إلى الصلاة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.